درست البكالوريوس في بغداد لغة عربية، والماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة في الأدب العباسي والنقد الأدبي، ودرست في 8 جامعات في الأردن وخارج الأردن، و وترجمت بعض الأشياء، وأنا مستمر في هذا. يعني عملي أنا ليس مرهون بجائزة أو بغير جائزة، ولكن الجائزة أيضا زادت من تصميمي وحفزتني إلى أن وأنا في هذه السن أن أستمر في عملي في الترجمة وفي الأدب المقارن بين العربي والفارسي،